احنا بنتكلم عن معوقات الكراس. ليه الكنيسة مش كلها كارزة؟ ليه مش كل المسيحيين مشغولين بالكرازة؟ مع ان المسيح قال انتوا نور العالم، وقال انتوا ملح الارض، وقال انتوا ريحة المسيح، وقال نسعى كسفراء، وقال ارسلتكم. ليه مش كده؟ قلنا اسباب كتير، منها الكسل، منها الخوف، منها ندخل في سبب اخر وهو اللامبالاة الروحية. نحط كده الأمثلة. الأول خدنا أول خمسة، ندخل على السادس spiritual indifference، اللامبالاة الروحية. الحياة دي تميز أغلب المسيحيين. أغلب المسيحيين بيجروا في الدنيا عاوزين يعملوا فلوس، عاوزين يحلوا مشاكلهم، عاوزين يأكلوا يشربوا يلبسوا يتفسحوا. طبعا ده معناه مش هيبقوا كارزي، لأن الكرازة بالذات mindset to be or not to be، يعني يتركز في ده، يعني مش هينفع تبقى صاحب بالين هنا، بمعنى ما تجيش على الماشي، لا هي لازم تبقى واكل عقلك. في السكة هتاكل وتشرب وتنجح وتجيب عياله، كل ده سهل، بس مخك في حاجة تانية. لكن لو مخك في العيال والأكل والشرب والفلوس والنجاح وكده، يبقى نوي انك انت تنور العالم. فمهم سيطرة الفكرة، لأن في الآخر المسيح وعدنا هذه كلها تزاد لكم. يعني ما تخافش من ناحية العيشة على الأرض، هتتعايش، هتمشي وهتمشي كويس، لكن مش هتروح السماء غير لما الملكوت يشغلك. ولو الملكوت شغلك لازم تنشغل بغيرك، لازم تفكر في خلاص اللي حواليك، وإلا يبقى أنت في وادي والمسيح في وادي تاني. Spiritual indifference by definition, it's lack of interest, lack of enthusiasm or concern for matters related to faith. واحد مش فارق معاه، يا عم الوعظ ده كده على المشي دقيقتين ولا حاجة، بس نفتكر ان احنا بتوع ربنا يعني. الناس ما تعرفش ربنا، ما لناش دعوة، كل واحد في حاله. فالموضوع بعيد عن الذهن خالص، ما فيش انترست اساسا. يعني طبعا ده معناه ما فيش حب. لو في حب لربنا وللناس هيبقى في انترست. كمان معناه ببساطه الناس اللي عندهم اباسي، عارفين الاباسي اللي هو ايه؟ البلاده ترجمه اظن العربي. في ناس كده ما بتحسش لمؤاخذه، يعني مشاعر روحيه ما تلاقيش يعني. طب الناس دي بعدت عن ربنا، اوكي اوكي، يعني ايه؟ في حاجه اسمها اوكي؟ هيهلكوا. اوكي، فتلاقي اباسي كده، تلاقي ناس فقدت الاحساس، وبالتالي ما فيش فكره الباشن او الزيل، الغيره المقدسه دي واقعه خالص. طبعا الكرازه، كنت قاعد مع بابا خوميس استاذي في الكرازه، بعترف وبفتخر، كنت قاعد الاسبوع ده مع ربنا يديله الصحه والعمر، يعني فرحان بيكو قوي لما بيسمع اخبار سان بول. وقال لي الكرازه غيره مقدسه، هو ما شافش من كل الكرازه غير الكلمه دي، غيره. قلب سخن في الموضوع، لانه لو القلب مش سخن يبقى مهما عرفنا وسمعنا ودرسنا وقعدنا وكلمنا، هي الحقيقه في نار جوه، النار هي دي اللي بتحرك كل الكرازه زي يوم الخمسين. ده موجود في كل الآيات، زي ما بيقول مثلا اصحى في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، do the work of an evangelist. يبقى في حاجة اسمها كده، اشتغل، اعمل الشغلة دي وتمم خدمتك. الأسباب منطقية، غالبا ما فيش علاقة حقيقية مع ربنا، لأن اللي بيحب ربنا وربنا شغله هيتكلم عنه. في ناس كتيرة كارزة بره سان بول، وفي جوه سان بول غير كارزين. القصة مرتبطة ربنا شغلك قد ايه، تحبه بجد ولا لا. في ناس الانجيل تقيل على قلبها، بس طبعا هتكرز بايه؟ ما هو ده مادة الكرازة كله، الانجيل. في ناس عندها تثقل بالخدمة، فده بيبقى بالنسبة له غرقان في خدمته داخل كنيسته، فتيجي تقول له طب جارك، طب زميلك، طب ارحمني.
فالخدمة بقت بالنسبة له وظيفة تقيلة على قلبه، فطبيعي ده مش هيبقى عنده انترست خالص في الكرازة. أو اللي ما استرست بقى في الدنيا، طلعين عينه في الشغل والعيال مطلعني وخلاص أوكي، خدته الدنيا زيادة فما عادش عنده أي شغف. النتيجة النهائية طبعا حتى لو حواليك ناس مستعدين يسمعوا كلمة ربنا، أنت مش مستعد تتكلم. وبيبقى في ناس حوالينا مستعدين بيبقوا على زقة، ساعات يبقى تأثير سلبي. ليه؟ لأنه بصين لك كمسيحي يا عم جاوب، نحن نفسنا نعرف. فبالعكس بتجيب نتيجة عكسية، إنك أنت بتعسر أو بتنفر الناس من ربنا. بالآخر في فرص كتيرة بتضيع لمجرد الأباسي اللي عند مسيحيين كتير، وده موجود في بعض البلاد. لما بنسافر بعض البلاد اللقباط اللي هناك هم أكتر ناس معطلة للكراسة، لأن الفكرة من أساسها بيبصلنا أنتوا جايين البلد هنا عشان تكلموا الناس عن ربنا، ما تيجوا ده في فلوس كويسة في البلد دي، ما تخليكوا يعني، فما تجيب له حد من البلد في الكنيسة يطفشوا لك على طول، لأنه لا الموضوع بعيد خالص عن ذهنه أساسا، وجاي يستغل الناس دي، ف الدماغ مختلفة خالص. عشان نغلب الحتة دي بقى، افتكروا دايما ان ربنا اداك حاجة عشان غيرك، اداك معرفة الله، اداك صحة، اداك عقل، اداك فلوس، اداك حاجة عشان غيرك. ومن له يعطى ويزداد، لو استثمرت اللي عندك هتاخد كتير. لو خدمت ربنا بامكانياتك، امكانياتك هتزيد لازم، لأن ربنا قلبه على شغله. فلو خدمت ربنا بمواهبك، مواهبك تزيد، فلوسك تزيد، بركة بيتك تزيد. دي طبيعة الشغل مع ربنا، وده لوحده يخلق باشن عالي جدا، لأنك كسبان على طول الخط. كمان محتاجين بقى الاكتيفيشن، زي ما بنعمل في الاجتماعات والمؤتمرات، احنا دورنا الأساسي موتيفيشن، نصحي فيكم الشغف، الباشن، الزيل. يا جماعة احنا هيخلص العمر، اهم سؤال جبت مين معاك السماء، كسبت مين في كم عمر، كم يوم اللي عشتهم في الدنيا، ده اهم سؤال. ما تقوليش درست ايه وجبت فلوس ايه وعملت ايه، ما كل ده عادي. السؤال الاساسي عملت ايه لحساب الملكوت، منطقي. وبالتالي احنا بنصحي بعضينا في الموضوع في اي عمل روحي. كمان لما تبقى الاولوية للخلوة والصلاة والإنجيل والقداس، الامتلاء الروحي بينتج عنه غيرة مقدسة. أي واحد يتملي بالروح، الروح القدس يسخن، ما يخلوش يهدى ولا ينام أبدا. لكن أول ما يطفي يبقى خلاص راحت الكرازة تطفي على طول، وده حاصل للأسف في حياة ناس كتير قوي. كمان وجود أباء روحيين مهتمين بالكرازة، وناس رمية نفسها في البلاد وودت كتير قوي من حياتها لربنا، ده بيسخننا، بيحطنا قدام تساؤل، انت فين من الناس دي؟ مش كانوا في نفس الجيل وفي نفس الظروف؟ طب هم اختاروا النصيب الصالح، انت هتختار امتى بقى؟ عندنا بقى الكورسات بتاعتنا وكل الحاجات دي بتنتج عنها نوع من الحماس للرسالة وقيمة خلاص العالم. طبعا لو انت اوفر بيزي، اوفر بيردند، يبقى لازم تتعلم تعمل تايم مانجمنت وتفصل وتريلاكس، لانه ده في الاخر هيخليك ترتب افكارك وتعرف انت عايش ليه. لكن تفضل دايما متاخد كده في الدنيا والدوامة، يبقى طبيعي هتخلص حياتك بدون قيمة وجدوى. لو رجعت الزيل، لو غلبت الأباسي ده، اللامبالاة الروحية دي اللي هي ممكن يبقى أحد أسمائها الفتور، يعني لو غلبت الحالة دي هتفاجأ أنه في فرص كتيرة قوي حواليك، وأنك ليك تأثير كبير قوي على اللي حواليك. هتفاجأ أنه الكرازة بتجري وربنا بيفتح لك أبواب كنت شايفها قبل كده. هتحس ان علاقتك بربنا بقت اقوى لحساب اللي حواليك، وبيديك نعم اكتر، بيفتح عينيك اكتر. ليه؟ لانك مسؤول عن غيرك، وربنا
قلبه على الكل. النتيجة النهائية هتجذب ناس كتير للمسيح كخدام ومخدومين في اليوم من الأيام. يبقى لو غلبت الspiritual indifference ده، اللامبالاة دي، انت كده طلعت خطوة مهمة قوي واصبحت focused كده، شايف السماء، شايف انت عايش ليه، عارف قيمة اللي انت بتعمله ومركز فيه طول الوقت. اتمنى الموضوع يحركنا. لو حد عنده سؤال في الحتة دي، احنا اتكلمنا لله دي في نقطتين كبار. نقطة البلوراليزم ده معطل ناس كتير من المسيحيين باعتقادات خاطئة ان الناس كويسة وفي حالها نمالي، او انا مش عاوز ابقى بحكم عليهم ان هم وحشين ومفاهيم غلط معطل، او ان الواحد طافي بارد فاتر مش اباسيتك كده، يعني مش حاسس بمسؤولية. وطبعا دي خطر جدا على خلاص نفسك قبل اي حاجة. تفضل. هو يرى أعمالكم الصالحة أحد أدوات الكرازة، بس مش الشكل الوحيد للكرازة. هي الصح بتاعها أوكي، للكلام وقت وللسكوت وقت، بس للكرازة طول الوقت. فمين الفرق؟ أنت ممكن تبقى في شغلك، أنا لسه قاعد مع راجل أعمال ربنا يحميه، 24 ساعة كارز ما بيوعص خالص، بس بيقول لي أنا بتعامل مع كل الاستاف بتاعي ومع الكاستمرز عشان يعرفوا المسيح، بتعامل بالمنطق ده، فبتعامل مع كل الموظفين بتوعي كأنهم ولادي، أحبهم جدا، أشد وارخي عشان من ورايا بيقولوا مفيش زيه، مجدا للمسيح. هو عايش بالفكرة ما بيوعظ، يبقى المبدأ مش غلط، بس الفكرة أنه يشاور على المسيح طول الوقت جواه. بس هو ما درس كراسة وعمره ما جاوب على سؤال روحي في شغله، فاهم الفكرة؟ فاحنا للأسف حدفت مننا في اتجاه الكرازة ممنوع. لا، الوعظ ممنوع أحيانا، الكلام ممنوع أحيانا، بس الكرازة ما ينفعش يبقى ممنوع. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، يضعونه على المنارة. لازم الكرازة تبقى مسؤولية الكل، لكن الكلام لا، مش مسؤولية الكل ولا مناسب في كل وقت. لكن الشهادة للمسيح ده هي اللي مخلينا موجودين على الأرض. مين عنده تعليق تاني أو سؤال تاني؟ احنا حطينا الخوف والانكزايتي لو تفتكروا أول أوبستكل، وحطينا له علاج ارجعوا اسمعوا تاني. في ناس بتخاف، بس هتخاف ليه إذا كان ربنا عاوزك تعمل كده؟ وبعدين احنا مش بنقول تندفع، بنقول اطلب الحكمة وصلي كويس ولكل شيء تحت السماء وقت. مفيش مجال للخوف. الخوف ليه؟ هو انت رايح تأذي حد؟ انت رايح بالعكس، انت بتفيد الناس. يبقى جوه الخدمة بتاعته بند اوت في الخدمة. هي الحقيقة دي حاجة مش روحية. يعني أنا عارف اللي بتقوله يا جيمي، في بعض الخدام ما مدبوحين في خدماتهم. ده مش طبيعي على فكرة. ربنا يسوع نفسه كان بالانسد، كان بياخد خلوة وكان بيهدي وكان بيقعد لوحده وكان. فعملية إن الواحد يبقى جوه الخدمة يعني جايب آخره كده، هو ده يقول إن في حاجة غلط، مش مفروض يحصل كده. الخدمة دي عشرة ربنا وتلذذ بربنا. طب ما يعتذر، ما يهدي اللعب، ما يقلل الخدمات. لكن هي الخطورة انها بتتحول الى ديوتيز فقدت الروح، ورايا ورايا ورايا، بقت زيها زي الشغل والعيال. بس مش دي الخدمة اللي قصدها ربنا. عارفين انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة. فالحالة اللي بتوصفها دي يا جيمي عاوزة الواحد يقف مع نفسه، هو ده اللي ربنا عاوزه مني؟ ان انا بقى مسدود قوي عشان بخدم؟ اكيد لا.
مش معقول يكون ربنا مبسوط مني أو ان انا طول الوقت very tense عشان بختم. ده ملك السلام اساسا، فاكيد الوضع في حاجة مش مظبوط. يبقى عاوزة حكمة ان الواحد يختصر يعدل برنامجه.